نص كلمة أحمد رجب. هل الفساد الذي كان يحكم حياتنا لا نزال نمارسه؟ هل لا يزال دخول كلية الشرطة والكلية الحربية لهم نفس الطقوس التي لا تتغير؟ هل كروت التوصية تلعب دور البطولة في القبول؟ هل علو الرتبة الوسيطة هي الأقوى نفوذا؟ هل الذي كان سائدا لا يزال سائدا؟ أم أن هذا كله انتهى مع ثورتين؟ أداء صوتي أحمد سمير.